معك برغش علي السبيعي. أنا اللي هنا في سانتا باربرا بما يقارب 8 شهور في معهد AF. كمدينة كعيشة هنا في سانتا باربرا في كاليفورنيا أنا أحب الشيء هذا. كمدينة أنا مرتاح، كجو كمعيشة أنا مرتاح هنا لأن هذا اختياري أنا. تجربة الحمد لله كويسة وناجحة لحد الآن. المدينة جدا جميلة، كمدينة جدا جميلة، جوها في الصيف وفي الشتاء يعني ما نفر كثير عن السعوديه، اللهم ان يعني مثل ما تشوفون الاجواء الحين حلوه. وغير كذا هو المعهد جدا يعني صراحه استفدت فيه هنا، يعني يقدمون الماده اللي يحتاجها الطالب اللي هو كمحادثه اكثر شيء، فصراحه من ناحيه المعهد مستفيد منه. يعني خدمات المعهد كانت تساهيلها من يمكن الخدمه اللي قدمت لي من معهد AF في الرياض، كان في خدمة اللي هي تسهل في السكن في سانتا باربرا في المعهد في تنظيم الكلاسات، كلها كانت من المعهد في AF في الرياض. يعني لي الحين حدود 6 أشهر في المدينة هذه. صراحة المدينة مدينة جميلة، مدينة صغيرة وحلوة، حلوة يعني تاخذ وقتك فيها للتدريس للتعليم، تاخذ وقتك كامل. المعهد معهد AF جميل جدا في الكونفرزيشن. الأنشطة هنا في سانتا باربرا في رحلات زي لوس أنجلوس، سانتا مونيكا، لاس فيغاس. تجربة مرة كويسة صراحة، أنصح أي واحد يبغى يبتعث يجي على AF سانتا باربرا لأنه بيحصل هنا كل شيء، مساعدة، لغة، براكتس، أكتيفيتيز، يعني بتحصل اللي تبغاه، يعني بتحصل الفلة والدراسة بنفس الوقت. لي هنا تقريباً سنة، وجيت لي AF عشان أدرس الإنجليزي طبعاً وبعدين أكمل جامعة، وجربت صراحةً معاهد كثيرة. يعني صراحةً AF هو أحسن شيء لأنه مداك تتعرف على ناس مرة كثيرة من مدن مرة كثيرة وتتعلم لغتهم، يعني تاخذ من هنا ومن هنا برازيليان واشياء زي كذا. اول تجربه لي في سانتا باربرا خاصه، وكان عندي طموح اني اكمل الدراسه، نصحني ولد عمتي اني اجي على معهد AF خاصه سانتا باربرا كاليفورنيا، والمعهد مره جميل ومدرسين على اعلى مستوى، يعني الحمد لله عندي براكتس الحين والحمد لله عندي الانجليزي متطور. يعني انا زرت معهد في سان دييغو وزرت المعهد AF لوس انجلوس، يعني اختلاف كبير جدا من ناحيه الاوفيس، من ناحيه مطاعم، من ناحيه مكتبه، من ناحيه دراسه، من ناحيه انشطه. صعوبات الحمد لله ما واجهنا صعوبات، كأول فترة كانت الديرة غريبة علينا. طول ما تجي يعني بالمعهد يحطونك فصل، ممكن يكون معك عرب كثير، لكن بعد ما تجلس شهر إلى شهرين تدخل مع طلبة وتتعرف على الطلبة أكثر، فيصير فيه استفادة، وهذا الشيء اللي أنا حاصل معي الآن في الفصل. يعني خاص عندهم أكثر احتكاكك بأهل اللغة الأصليين اللي هم المدرسين في المعهد، وهو كان هذا أكثر احتكاك تقريباً، وفادني في اللغة كثير. يعني والله انصح الطلاب السعوديين، اي واحد عنده طموح او انه حاط في راسه انه يجي يتعلم، انصح يجي على سانتا باربرا، خاصه اللي معهد AF ما في زيه. اذا عندك استعداد انه تجي تدرس
يعني تعال سوي ذا الشيء انه زور مكتب اي اف وهم حيسووا لك كل حاجه، بس اهم شيء انه عندك طموح. انصح اي طالب سعودي يجي على اف كاليفورنيا سانتا باربرا بالتحديد، لان شيء يعني مره حلو ويساعدك انك تتكلم فترة قصيرة. يعني مجموعة الطيار تقدم خدمات للمبتعثين من ناحية تنسيق تذاكر السفر، من ناحية التنظيم والتنسيق مع المعهد للطلاب المبتعثين بالتعاون مع معهد إيف. خدماتها جميلة وخدماتها كويسة جدا من ناحية الحجوزات ومن ناحية التذاكر اللي تعطى، ما عندهم تأخير في حاجات كثيرة. سألوني إنه إيش تبي تخصص وفين حابة تدرسي، وساعدوني في الأوراق إنه ما كان يحتاج إنه أروح الأماكن اللي أخذ منها الأوراق، هم يجيبوا لي هي. مجموعة الطيار تقدم خدمات مثل التذاكر كأسعار مخفضة للطلاب المبتعثين، وبعضهم للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص. هذا شيء جميل جدا كي يساعد الطلاب على المصاريف. الشيء الثاني سمعت عن الفيز وما الفيز، انه يعني يتعاملون بشكل سريع، يتعاملون بشكل اسرع بحيث انهم يساعدون الطالب انه ينجز معاملاته بشكل اسرع ويريحونه. وسمعت عن الرخص، انه تساعد الطلاب اللي ما معه رخصه يعطونه رخصه دوليه.